أسعد الله أوقاتكم أصدقائي، مثل ما عودتكم أني عم شارككم وجباتي الصحية. حكيت بفيديو سابق عن فوائد البروكلي من حيث الكالسيوم. اليوم رح نحكي بشكل عام عن فوائده وكيف أنا سويت هيدي الوجبة الكتير طيبة. طبقنا اليوم من المطبخ الفرنسي، أخذت البروكلي قطعته وهلأ أنا عم بغسله، وبعد الغسيل رح نحاول نسلقه شوي حتى نتخلص من كل المواد اللي على القفي. بالأول بناخد تقريبا نصف كيلو بطاطا، حبتين كبار منقشرون منقطعون، ونسلقهم قبل البروكلي تقريبا دقيقتين ثلاثة. بعدها منضيف البروكلي المغسل والمنشف لزات الطنجرة ومنسلقهم تقريبا 10 دقايق مثل ما نكون ملاحظين. الخطوة الثانية بهالأثناء بناخد بصلة منقطعها ومنضيف عليها الزبدة ومنقليها شوية ملح حتى تدبل البصلة، حتى تدبل البصلة بشكل جيد وبتفلى ملعقتين من الطحين. بحرك الطحين منيح حتى شكل صوص البشاميل، بضيف عليه الملح وبضيف كمان شوية من الفلفل، ومثل ما كنا ملاحظين عم حرك بسرعة حتى أحصل على المزيج وما يكتل معي الطحين. بضيف الحليب بالتدريج مع التحريك المستمر وعلى دفعات حتى أحصل على مزيج متماسك وما فيه تكتلات. البروكلي من الخضروات الشهية واللذيذة والغنية، وفيها كتير عناصر غذائية بتساعدنا حتى نحصل على وجبة صحية. حسب الدراسات من أهم فوائده الوقاية من السرطان، 2 تقليل الكوليسترول، الحد من الحساسية والالتهابات، ومضاد أكسدة قوي، وبيحتوي الكالسيوم مثل ما حكينا بفيديو سابق نسبة عالية من الكالسيوم، إذن بيعطي صحة للعظام، صحة القلب، كمان بيساعد على نظام غذائي بيفقد الوزن غني بالألياف. والفائدة السحرية هو العناية بالبشرة، لأنه بيحتوي على معادن ومضادات أكسدة وفيتامينات بتساهم على حماية البشرة من الجفاف وبيعطيها نضارة. وبنرجع لوصفتنا بعد ما ذكرنا هالفوائد العظيمة للبروكلي. جهز معنا صوص البشاميل، ومن جهة تانية انسلقت معنا البروكلي مع البطاطا. بناخد قطع البطاطا ومنهرسها بصحن البيركس، ومنحط فوق منها طبقة صغيرة من البشاميل، منضيف الطبقة البعدها البروكلي، وبعد البروكلي رح نضيف البشاميل اللي حضرنا. بنعمل طبقة غنية من البشاميل ومنصف كمان فوق منها طبقة غنية من الجبنة، وأنا ما كان عندي موزاريلا، حطيت أشقوان وطلعت النتيجة روعة. يعني فيكم تحطوا الجبنة اللي موجودة عندكم بالبيت. الخطوة الأخيرة كان أني حط الصينية بالفرن على درجة حرارة 200، أخذت معي 20 دقيقة وظهرت هذه الصينية المقمرة وطعمتها جنان، عن جد طعمة خيالية. أصدقائي، بزاويتنا وجباتي اليومية عم حاول حط المعلومات الغذائية مع كل وجبة. أنا عم حط لكم وجباتي، أنا ما بعرف أطبخ، بنقل الوصفات وبطبقها بالبيت، بس لازم تكون الوصفة فيها لمسة للرجيم وللصحة وللفائدة. والحمد لله عائلتي عم بتحب الوصفات، بتمنى تعجبكم وتخبروني بالتعليقات. بدعيكم الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أحبتي.